الواحد دايما كده بيحاول يسأل نفسه ايه اسباب تفوق النادي الاهلي؟ ليه الاهلي متفوق؟ رغم ان دايما يعني بنشوف مختلف الفرق، وخلينا نتكلم على الدوري المصري تحديدا، ناس بتصرف كتير قوي وبتدعم باسماء لعيبه تقيله جدا بصراحه، بس النتيجه ايه؟ صفر. النتيجه ايه؟ مفيش اي بطوله، مفيش اي انجاز رغم كل المصاريف دي ورغم كل اللعيبه دي. فانت هنا لما تيجي تفكر وتشوف طب ايه الاسباب يا جماعه؟ يعني اشمعنى الاهلي؟ الناس بتصرف في الاهلي، بس لما بتصرف بتلاقي نتيجه. الناس بتتعاقد مع لاعبين من انديه من بره من الاهلي، لما بيجوا بيكتبوا تاريخ، والنادي نفسه بيلاقي نتيجه وبيزود رصيده من البطولات وبيزود رصيده من الانجازات. السر في كده ايه؟ السر في كده ان انت بتشتغل في منظومه، او انت كلاعب او كمسؤول او كمدرب او اي حد جوه منظومه النادي الاهلي، هي منظومه بتدير نفسها، عارفه بتمشي ازاي. عضو مجلس الاداره عارف حدوده ايه، رئيس النادي عارف بيعمل ايه، جهاز فني عارف اللي مطلوب منه، اللعيبه عارفه الواجبات اللي عليها، الجمهور اللي قبل كل دول جمهور قوي وجمهور بيقدر يدعم ويساند فعلا سواء في الحلوة او في المر. فباذن الله هيفضل النادي الاهلي كده طالما انت ماشي بسيستم معين وبنظام معين، ما بتكسروش، ما بتخرجش عنه، ما بتروحش حته تانية بعيده، ما بتنجرش لامور ممكن تعطلك. هتفضل باذن الله تحقق الانجازات، هتفضل باذن الله تجيب بطولات، وهيفضل جمهور النادي الاهلي سعيد رغم كل اللي بيحصل مع النادي الاهلي، سواء اللي حصل او اللي بيحصل او اللي ممكن يحصل بعد كده. فهي دي ميزه النادي الاهلي، هو ده الانجازات المتتاليه للنادي الاهلي. احنا دلوقتي بصراحه، ومش دلوقتي بس، احنا بقالنا فتره بنعيش لحظات سعيده مع الفرقه. الناس دي بتفرحنا، الناس دي رغم ان في انتقادات بتوجه لبعضهم وبعنف، وده بيبقى حق جمهور النادي الاهلي العشم دايما، بس رغم كل ده هم عندهم الشخصيه ان هم يسعدوا الناس اللي بتنتقدهم، ان هم يعدلوا وجهه النظر اللي ممكن تكون متاخده فيهم. فبالتالي الناس دي سطرت اسمهم من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. احنا قبل كده كنا بنتكلم نقول ايه؟ لو الاهلي او لو اللعيبه تحديدا الموجوده دلوقتي في النادي الاهلي ما جابتش بطوله دوري ابطال افريقيا، يبقى زيهم زي اي جيل ما جابش البطوله دي، مش هيفرقوا عن حد كتير. وكنا دايما بنقول وبنوجه رسائلنا للاعيبه النادي الاهلي، هات بطوله دوري ابطال افريقيا وانت تبقى هنا عند جمهور الاهلي، انت هتبقى هنا قاعد ومربع، وهيبقى اسمك ده في التاريخ، خلاص انت كده من الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي. عملوا كده ولا لا؟ عملوا كده. جابوا دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ جابوا دوري ابطال افريقيا. جابوا برونزيه كاس العالم للانديه ولا لا؟ جابوها، رغم والله بجد انا بتكلم بجد، وانا واحد كنت موجود مع البعثه. الطموح كان اكبر من كده، وخلي بالك بقى ده الطموح هنا غير طموح في اي حته تانية، يعني طموح عن طموح يفرق وبكتير جدا. فالناس كان هدفها انهم عايزين يوصلوا النهائي، فبالتالي ما وصلوش النهائي بس حققوا نتيجه جيده وجابوا انجاز بيكرروه لتاني مره في تاريخ النادي الاهلي، رغم ان دي اول مشاركه ليهم، الميداليه البرونزيه، انجاز كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي هم خلاص كده بقى ليهم رصيد عند الجمهور، اللعيبه دي، الجيل ده، الجهاز الفني ده، مجلس الاداره ده، ليهم رصيد عند الجمهور بصراحه. ممكن بقى بعد كده يجي اخفاق، بس هتزعل، بس هتفتكر ان الناس دي فرحونا كتير، الناس دي اسعدونا كتير. وانا يعني في الحقيقه عايز اقول ايه؟ ان ممكن لو كانت القرعه مختلفه شويه كان زماننا دلوقتي اقل تقدير، عاملين انجاز لم يحدث من قبل بالنسبه للاهلي، لان يعني مفيش نادي في مصر شارك غير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، كان زمان على الاقل جايبين الميداليه الفضيه. لكن القرعه كده، واجهت فريق بايرن ميونخ، بايرن في الحقيقه مقاومات فنيه وبدنيه مش طبيعيه. الناس تشوفهم جايه، الناس دي ما بتهزرش، مفيش هزار، الناس دي بتشتغل صح، الناس دي كان صعب انك تكسبهم، كان المنطقي ان هم اللي يكسبوا، هو ده المنطقي.